موقع القارئ إدريس أبكر يقدم لكم يقول ابن القيم رحمه الله هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه ذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم على كثبان المسك وحاشاهم أن يكون فيهم دني ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية لأحسن من اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة
قد رضينا فارض عنا. فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره وينسون كل نعيم عاينوه. لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة. حتى أنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا. يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه.